السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. مقطعنا اليوم عن الكاميرا الخلفية للسيارة لما أحط على الريوس على الآر. يكتب لي هنا لا يوجد إشارة موجودة هنا، فأنا شنو السبب اللي ما في صورة؟ طبعا ده ورا الشاشة موجود فيوز، وطبعا مو مشكلة الفيوز. ممكن بعضكم يسألني ليش مو الفيوز، ممكن الفيوز حرقان. لو الفيوز حرقان كان الشاشة كلها طافية. فعندي الحين سببين، يا يعني ان السلك الخارج من الشاشة الى وصول الكاميرا الخلفية، او الكاميرا هي المشكلة. فراح نتبع الواير ونشوف. طبعا السلك ماشي من داخل الديكور، وهذا داخليا ما في اي احد يقدر يلمسه، معناته ان شاء الله سليم لانه ماشي لداخل الديكور. فنشوف المشكلة من وين، من جهة الكاميرا. طبعا هذه هي الكاميرا، هذه هي الكاميرا. فراح نتبع الواير. يطلع السلك من داخل وظاهر إلى هنا. فبعد ما اتبعنا لاحظت ان هنا موجود سلك مقطوع او سلكين ممكن. بعد هذا هنا واحد وهذا الثاني، شوف بعد اذا في بعد، وهذا الثالث الابيض والاسود، الاصفر والاسود، ثلاث ويرات مقطوعة. طيب ليش ما اعتمدت وبحثت في داخل الديكور؟ لأن توصيل السلك كان مرتخي مش مشدود، وأنا هنا مطمن. فهنا المشكلة من كثرة تبطل الشنطة ممكن يصير، لأن مثل ما تشوفون شاد قوة. فهنا كنت أول مصالحة، راح نفتح الجلد شوي ونشبك الويرات. طبعا في سلك حق الريوس ممكن، والثاني هو البارد، وهذا الله اعلم هذا حق الكاميرا. الابيض هي حق الكاميرا، وهذا الاصفر اللي رجع من الكاميرا الى الشاشه، وهذا الاسود هو اللي سمحنا البارد او السالب. فنفتح شوي الجلد ونشبكه. هذه الألوان الأحمر والأصفر والأسود. طبعا واحد كهرب من الشاشة إلى الكاميرا، والثاني رجيع من الكاميرا إلى الشاشة، والثالث هو البارد. ونشوف هنا عندنا بس سلكين، هنا عندنا سلكين، اللون الأصفر واللون الأسود. طبعا هذا الربل حق الأسود العازل، هذا ما علينا من. راح نشبك الأسود بالأسود والأصفر في الأصفر، واللي جاي من الشاشة أو عفوا من البطارية الكهرب باللون الأحمر. هذا جبت سلكين، راح
أطول الواير شوي، راح أوصله من هنا لأن المكان جدا قصير. نحط عليه شطر طون، عشان يصير التماس. وهذا السلك الأسود مع الأسود كذا عشان ياخذ راحته في الطول. وكذلك هو بعد نعزله بالشريط اللاصق. ممتاز. وهذا الأحمر. حاول انك تعزل ممتاز ليطلع شعرة واحدة من الشعرات الواير على البدي، وخاصة لو كان في كهرب، خاصة لو كان في كهرب. وهذا الأحمر راح أشبكه بالأحمر. ونازله بعد، انتبه لا يطلع سلك واحد من الاسلاك الشعيرات للواير ويلامس البدي لان يعتبر كهرب. خلصنا الحين الجهه الداخليه، الحين الجهه الخارجيه. الاحمر مع السلك الابيض اللي جاي من الشاشه مع بعض، شوف المكان كيف ضيق، جدا ضيق. والأسود مع السلك الأسود المشكلة ما نقطع إلا في النهاية أبد، في النهاية يعني كون حريص عشان ما تفطر انك تبطل بعدين. هذا كامل وايضا هذا نعزله بعد. والاخير الاصفر مع الاصفر. بسم الله. الحين وهذا ايضا نعزله، بالذات الاحمر والاصفر لازم تعزلهم بشكل ممتاز لان يعتبر كهرب رايح وجاي. كذا الان خلصنا هذا الاحمر
رايح للسلك الابيض مصلين للشاشه، والاصفر هو اللي جاي الى الكاميرا، والاسود هو البارد. قبل ما نسوي اي شيء نروح نشيك اول بالاول، راح نشيك بالاول اذا الامور طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح السلف. نحطه على الريوس. الله يعزكم. الحين نشوف. ما شاء الله تبارك الله. كذا الان الكاميرا اشتغلت. خلاص كذا الحين نرجع الى الباب ونطبق كل شيء. هذا الكاميرا. لان بطل الباب الشاحن طلع فوق. فالكاميرا راحت لفوق. بعد ما تأكدنا ان كل شيء تمام راح نطبق كل شيء. راح نرجع الاسلاك. داخل الربن. عشان غسيل السيارة بعدين. ما يجلها ماي. كلنا ما نقطع الا من الداخل، لا من برا شوي كان أأمن للاسلاك. احنا راح نستخدم هذا البلاستيك. احط شطرطون لداخل شوي بس عشان اضمن ان ما يجي له شيء يتعرض للاسلاك من الماي. نقطع الزايد. خلصنا. وهذا مقطعنا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.